صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول من يقول إن الولي يخلق؟ إن الولي يخلق، هذا مشرك، من يدعي أن أحد يخلق مع الله هذا مشرك، شركا لم يشركه أبو جهل وأبو لهب. ما أحد من المشركين يدعي أن أحدا يخلق مع الله، بل إذا سئلوا ما ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فهذا بلغ من الشرك مبلغا لم يبلغه المشركون الأول، والعياذ بالله. نعم.